على كل الاحوال عايزين نستكمل مع حضراتكم تهاني كل محبي وكل عشاق النادي الاهلي. معانا على التليفون النجم الكبير بيومي فؤاد. مساء الفل عليك او صباح الفل على حضرتك، اخبارك ايه؟ صباح الفل نجم، صباح حضرتك، منور الدنيا واهلا بيك في النادي الاهلي. اهلا بيك حبيبي. تحب تقول ايه للنادي الاهلي ولقناه النادي الاهلي بعد اعاده الاطلاق والشكل الجديد اللي اتمنى تكون حضرتك تابعته معانا من امبارح؟ التقييم اللي شفناه من التطور اللي حصل للقناه مش جديد، لا على مجلس اداره الاهلي العظيم ولا على النادي الكبير. اتمنى من كل قلبي باذن الله انه يعني يحصل رد فعل من كل الناس للقناة، وانا سعيد جدا بمقدمه. فعلا المسألة اختلفت كتير جدا. ليك جمهور كبير من الاهلاوية يعني يا استاذنا، ليك محبين كتير. يا فندم الصورة، هو يمكن الصوت بس في مشكلة. استاذ بيومي حضرتك سمعنا؟ أهلا حضرتك. أهلا بحضرتك، أنا نهوان، صباح الخير على حضرتك. ويمكن بس في مشكلة بسيطة في الصوت. كان كريم بيسأل حضرتك، أكيد ليك مشجعين كبير كتير جدا من الأهلاوية، وهو كمان ليه تواجد قوي في المباريات المختلفة. يعني أنت دايما قاسم مشترك في كتير من مباريات الأهلي. جدا جدا، وهو شرف إن بنتمي للنادي الأهلي، وأنا أتمنى بإذن الله إن شاء الله كمان أبقى معاكم قريبا بحلقة من الحلقات. لذلك سعيد جدا بالتطور اللي حصل، تنور الدنيا كلها، وان شاء الله مزيدا من النجاح. طيب استاذ بيومي، احنا كنا في بدايه الحلقه حضرتك تابعتنا، كنا بنتكلم عن الماتش النهارده الودي ما بين الاهلي والجونه، وكنا بنسال الناس رايكم مين اللي هيفوز والفوز كام ومين رجل المباراه، فحضرتك تتوقع مين النهارده؟ وانا مش عارف انا بس اللي مش سامع ولا ايه؟ ولا هو الصوت راح ولا ايه؟ طيب مفيش مشكله، بتحصل. نشكرك، نورت الدنيا يا فندم، اهلا بيك.